كنا مبسوطين. اليوم حلقة جديدة وفيديو جديد. نصور الحلقة وانا على السفر. ومعلمتني اياها الانجليزي. جسم الانسان. يلا نبدا. يا العين ناف يعني عين. ناف يعني دم. ناف يعني دم. هيف يعني شعر. اير يعني دم. اير يعني دم. هيد يعني راس. هاي فضو. هاي انا هيد راس يعني راس. هيد يعني راس. انتو عارفين هاند يعني ايد. فوت يعني رجل. رنجل يعني اصبع.